هو الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ثاني الأئمة الميامين، وأول ابن لأمير المؤمنين والسيدة الزهراء عليهما السلام. ولد عليه السلام في المدينة المنورة في 15 من شهر رمضان المبارك في السنة 3 للهجرة. ولما ولد جيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: اللهم إني أعيذه بك وولده من الشيطان الرجيم. وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى. كنيته أبو محمد، ومن ألقابه الزكي، المجتبى، كريم أهل البيت، وريحانة رسول الله. نشأ عليه السلام في بيت الطهر والقداسة، فانطبعت حياته منذ ولادته ببصمات الوحي الإلهي والإعداد الرباني على يدي خاتم الأنبياء وسيد الأوصياء وسيدة النساء. قطع الإمام الحسن عليه السلام شطرا من طفولته مع جده الرسول، ولكن لم تطل فرصة الأنس بوجود المصطفى صلى الله عليه وآله حتى وافته المنية، ولم تكد تمر فترة حتى استشهدت السيدة الزهراء عليها السلام، لتزداد مأساة جديدة إلى صفحة حياته. شارك الإمام الحسن عليه السلام في عدة معارك مع أبيه أمير المؤمنين، وأظهر شجاعة لا مثيل لها. وقد ورد في حق الإمام الحسن عليه السلام الكثير من الروايات التي تنص على فضله ومكانته، فعن النبي صلى الله عليه وآله قال: وأما الحسن فإنه ابني وولدي ومني وقرة عيني وضياء قلبي وثمرة فؤادي، وهو سيد شباب أهل الجنة وحجة الله على الأمة، أمره أمري وقوله قولي، من تبعه فإنه مني ومن عصاه فليس مني. كان عليه السلام أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وقد حج 25 حجة ماشيا وخرج من ماله مرتين. عرف الإمام الحسن عليه السلام بالسخاء وسعة الصدر والحلم وسمو الأخلاق، فقد روي أن شامياً رأى الإمام فجعل يلعنه والحسن لا يرد، فلما فرغ أقبل الحسن عليه السلام وضحك وقال: أيها الشيخ، أظنك غريباً ولعلك شبهت، فلو استعتبتنا أعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، وإن كنت جائعاً أشبعناك، وإن كنت عرياناً كسوناك، وإن كنت محتاجاً أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك. فلما سمع الرجل كلامه بكى ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. تولى الإمام الحسن عليه السلام الخلافة بعد استشهاد أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، ومر بظروف قاهرة اضطرته لعقد الصلح مع معاوية. وقد قال عليه السلام عندما سئل عن الصلح: سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه، ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل. استشهد عليه السلام في 57 للهجرة، متأثراً بالسم الذي دسته له زوجته جعدة بنت الأشعث بأمر من معاوية. تولى الإمام الحسين عليه السلام تجهيزه والصلاة عليه، وحملوا جنازته، وتوجهوا به إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. وتجمع بنو أمية ورموا جنازة الإمام عليه السلام بالسهام ليمنعوا دفن الحسن إلى جوار جده. وكادت الفتنة أن تقع بين بني هاشم وبني أمية، فقال الحسين عليه السلام: والله لولا عهد الحسن إلي بحقن الدماء، وأن لا أهرق في أمره محجمة دم، لعلمتم كيف تأخذ سيوف الله منكم مأخذها، وقد نقضتم العهد بيننا وبينكم، وأبطلتم ما اشترطنا عليكم لأنفسنا.
عندها مضوا بالحسن عليه السلام ودفنوه بالبقيع، ووقف الحسين عليه السلام عند قبر أخيه الحسن وقال: رحمك الله يا أبا محمد، إذ كنت لناصر الحق مظانه، وتؤثر الله عند مضاحض الباطل في مواطن اليقين بحسن الروية، وتستشف جليل معاظم الدنيا بعين لها حاقرة، وتقبض يدا طاهرة، وتردع ماردة أعدائك بأيسر المؤونة عليك، وأنت ابن سلالة النبوة ورضيع لبان الحكمة، وقد صرت إلى روح وريحان وجنة نعيم. وقد ورد في فضل زيارته عن النبي صلى الله عليه وآله قال: تزورك طائفة من أمتي يريدون به بري وصلتي، فإذا كان يوم القيامة زرتها في الموقف وأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائده. فالسلام على الحسن المظلوم الشهيد، يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.